انضم لنا عبر الزوم من رام الله دكتور محمد المصري نائب رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية سابقا. أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة. ورئيس مجلس النواب الأمريكي يقول دعونا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الكونغرس في هذا الظرف الصعب، وأن إسرائيل تتعرض لهجمات من قبل إيران التي تدعمها روسيا والصين، وأن الأمريكيون يجب أن يقفوا إلى جانب إسرائيل، وما زال هناك 120 المحتجزين الإسرائيليين بغزة. كيف تعلق لنا على ذلك؟ مساء الخير لك يا ست انجي ولكافة المشاهدين الكرام. يعني احنا كفلسطينيين نتابع هذا السرديه الامريكيه وخاصه من الحزب الجمهوري من سنوات طويله جدا، وهي التي تدعي دائما ان العالم ينقسم الى قسمين، عالم الخير وعالم الشر، وبالتاكيد الولايات المتحده الامريكيه تعتبر نفسها من عالم الخير. ولذلك حتى في الظروف الكبيره والمستجده في العالم والمتغيرات التي تثبت بانه هذه الدولة ليست ديمقراطية وليست راعية لحقوق الإنسان، بسبب أنه 292 يوم ما زالت الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتنظر لنا وكأننا أعداد وأرقام، ولا تنظر كما تنظر لدينا ما حصل في أوكرانيا على سبيل المثال، والتي حشدت كل التحالف الدولي ومليارات وأسلحة وطائرات الـ F-16 ترسل إلى أوكرانيا من أجل الدفاع عن النفس، بينما الفلسطيني ممنوع الدفاع عن نفسه. لذلك دائما يلتصق الاسم الفلسطيني او اي حتى مناضل في العالم من اجل الحريه والعداله، اما بايران اما بروسيا اما بالصين، اما الولايات المتحده الامريكيه لا، وتنسى ماذا فعلت في ابو غريب وماذا عملت في يعني السجون، كل السجون التي كانت موجوده ان كان في اوروبا او حتى في افريقيا، وايضا بنفس الوقت ماذا فعلت في افغانستان والعراق سنوات طويلة في حروب الدائمة. نحن نعتقد أن هذه الدعوة يعني جاءت من أجل يعني هي دعم دولة الاحتلال في هجومها وفي عدوانها على الشعب هو كمان الفلسطيني. نتنياهو واخد معاه مجموعة من أسر المحتجزين الرهائن، يعني موجود معاه، يعني هؤلاء هو يعني رايح عشان يتاجر بيهم عشان يحافظ على كرسي. بالتأكيد، بس هناك جزء كبير من أهالي الأسرى لم يذهب معه ورفضوا الذهاب معه، بالعكس سبقوه حتى يشوشوا على زيارته. نحن رأينا بالأمس كان الاعتصام داخل الكونغرس ولابسين طبعا الملابس الحمراء ويرفعون الشعارات لوقف الحرب والإبادة الجماعية ومن حق الشعب الفلسطيني أن يكون يعيش بكرامة، ونادوا بأنه الإبادة الجماعية التي مارست ضد اليهود يجب أن لا تمارس ضد أي شعب في العالم ليس فقط اليهود. واليوم نرى على الشاشات كل الشاشات كيف يعني يتم الاستنفار من الأمن الأمريكي وخاصة الحرس الوطني والشرطة من أجل إبعاد المتظاهرين عن مقر القدس، وبالرغم من وحاليا محتجون يستبقون خطاب نتنياهو في الكونغرس بتنظيم مظاهرة تطالب بإنهاء الحرب على غزة، وقف تزويد إسرائيل بالسلاح. والقناة الـ 12 الإسرائيلية بتقول نقلا عن مصادر، إسرائيل تطلب من الإدارة الأمريكية تعهدا مكتوبا يضمن إمكانية استئناف حرب غزة. التعهد طلبه نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر، ويهدف إلى ضمان استمرار الحرب. نعم، هو لم يطلب بعد، ولكن هذا ما أقروه في الكابينة المصغر بأنه يجب أن يكون شرط يعني تبادل الأسرى وخاصة المرحلة الأولى أن يتضمن تعهدا خطيا من الرئيس بايدن بأن يسمح لإسرائيل العودة إلى استمرار الحرب بعد المرحلة الأولى. ونتنياهو هو أيضا من مصلحته أن يكون في المرحلة الأولى حتى يأخذ بعض الأسرى وخاصة الأسرى ذوي الجنسيات الأمريكية والأجنبية، ليقول أنه يعني تحررت من ذلك ويتوقف الضغط الامريكي عليه. انا بعتقد انه الرئيس بايدن لن يعطي هذه الورقه لاسباب تتعلق انه لم يعد هو مأزوما كما كان مأزوما قبل الانسحاب من سباق الرئاسي، واصبح الان متحررا كثيرا. ولماذا يقدم هذه الورقه وهو الرجل في تاريخه سابقا كان يتحدث عن حقوق الانسان والمناخ والديمقراطيات وايضا حق الشعوب في تقرير المصير، وانزلق بشكل واضح في هذه الحرب العدوانية كشريك في الحرب على الشعب الفلسطيني. الآن قد أكون يعني أنا أميل إلى جانب آخر أنه لن يعطي، بالعكس سيطالب بوقف الحرب وعقد الصفقة. الصفقة هي ستتحمل يعني الجزء الأول نتنياهو بحاجة لها، نحن بحاجة لها، الأمريكان بحاجة لها، الوسطاء بحاجة لها. قد تكون هذه الصفقة قريبة، ولكن خطاب بايدن الذي نتنياهو الذي سيكون بالتاسعة بتوقيت القدس لدينا
يعني سيكون هناك 35 دقيقة من الكذب المتواصل والدجل وأيضا تزييف الحقائق نعم، نتوقع والإشاعة ذلك. بأنه أعضاء ديمقراطيون في رسالة لنتنياهو نتوقع أن يتجنب خطابك النزعة الحزبية ويمهد لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب. هذا هو نتنياهو الذي يجيد الدعاية والإعلام ويعرف المجتمع الأمريكي كيف يتعامل معه، وستكون حركة الجسد بالنسبة له أولوية، وأيضا وقفته وحديثه وتوقفه عن الحديث حتى المؤتمر يقوم على قدميه ويصفق له، وبالتالي يعده في الإعلام العبري اليميني المتطرف كم مرة وقت قاطع يعني الكونغرس نتنياهو بالتصفيق الحاد، وسيقدم نفسه بانه رجل يحمي يعني بمعنى القيم الغربيه، وان هناك في قيم مشتركه مع الشعب الامريكي نعم، ونحن الحليف الاستراتيجي لكم، ويشكر طبعا الادارات الامريكيه المتواصله على الدعم، نعم، لكنه لن يعطي كلمه انه وقف الحرب يعني هو عارف الحل حضرتك بالنسبه له. يذكرني ويا للسخرية يعني بمبادئ جوبلز وزير دعاية ألمانيا النازية نعم، للأسف، اكذب 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 حتى حتى يصدقك تصدق الناس. وحتى يصدق نفسه نفسه. عموما نحن الآن في يعني انتظار خطابه الذي لن يؤثر كثيرا على الفلسطينيين، بالعكس يعني كثير حتى في داخل الشعب الإسرائيلي بين المزدوجين ينظر لهذا الخطاب، هو دعاية خاصة حتى بتطويل مدة زيارته، ويكون يمكث يوم الجمعة والسبت من أجل حضر يعني حضور عيد ميلاد ابنه، وبده يحضره في فندق ترامب نفسه، وبالتالي أجل كل الأمور. هناك اليوم يعني بمعنى المواقع الداخلية في داخل المجتمع الإسرائيلي إن كان التواصل الاجتماعي أو يعني بمعنى على تويتر أو على كل شيء، كله الآن يتحدث فقط لماذا يطيل هذه الفترة ويأجل لقائه مع ترامب حتى يحضر عيد ميلاد ابنه، مش يعني بدوش يعني يقطع يوم السبت، لا بده يقول يزيد يوم عشان يقضيه مع ابنه الذي هارب من الجندي والذي يمارس الدعاية ضد الجيش والأمن ويحرض على الجيش والأمن وحتى معارضة من داخل ميامي. عموما نعم، نحن كفلسطينيين نرى في هذا الخطاب هو شيء طبيعي تعودنا عليه، هو المرة الرابعة يعتبر نفسه سبق تشرشل، لأن تشرشل خطب في الكونغرس الأمريكي 3 مرات، هو يقول بدعايته أنا خطبت سأخطب أكثر من تشرشل في الكونغرس الأمريكي. هذا هو الشخص والأنا والإيجو العالي جدا عند نتنياهو، يريد أن يعود كالطاووس من واشنطن إلى تل أبيب ليقول أنا الرجل الذي أفى أمريكا وتصديت إلى القيادة الأمريكية، لكن أنا أرى بأنه هاريس ستكون مختلفة، وإن كنت استمعت لكثير المحللين وزملائنا في الولايات المتحدة الأمريكية إنها ستمارس النهج تاع بايدن. عموما هذه السيدة هي أيضا يعني لديها مجموعاتها الخاصة فيها التي تدعمها من عرقيات مختلفة، أمريكان الأفريكان اللي هو العرب المسلمين، أمريكا اللاتينية، الناس المهاجرين التي تدعمهم هي، المرأة التي تتحدث عنها بأن حرية الإجهاض، عموما هناك لديها داعمين كثر، ورأينا كيف يعني انهالت عليها الدعم المالي في نعم، فترة بس فقط 36 ساعة وصل حوالي 100 مليون، يعني يعني الشخصية ليس بالضرورة أن تكون تبعية لسياسة بايدن، ستكون سياسة مستقلة، وإن كنا لا نعرف من سيكون ترامب أو يعني هاريس، عموما كفلسطينيين نرى في الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في العدوان على شعبنا الفلسطيني. هي قالت أنا هبقى استكمال لسياسة بايدن. متظاهرون الآن من أمام السفارة الأمريكية بتل أبيب يطالبون نتنياهو بإعلان موافقته على إبرام صفقة في خطابه أمام الكونغرس. ونقلا عن أكسيوس، نتنياهو أبلغ قادة المنظمات اليهودية أمس أنه سيقدم في خطابه أمام الكونغرس خطة لليوم التالي للحرب في غزة. رئيس مجلس النواب الأمريكي، إسرائيل تعاني من سياسة الكيل بمكيالين في الأمم المتحدة، و الجميع يعمل على هزيمة حماس بعدما وقع في 7 أكتوبر. شوف سيدتي، أنا أقول شيء محدد، أنه هذا الرجل لا يهمه موضوع الأسرى ومستعد يعمل صفقة أسرى بالآلاف، لأنه سابقا هو قام بصفقة شاليت الذي دفع مقابله 1117 أسير فلسطيني على رأسهم كان يحيى السنوار، لكنه في هذه المرة يتخوف من سقوط حكومته ولا يبقى في السلطة السياسية، وبالتالي يذهب إلى المحاكم والمحاسب على ما قبل 7 أكتوبر ويوم 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر، وبالتالي ستكون حياته إما في السجن أو على يعني على نعم بعيدا عن السلطة السياسية. نعم لا يعني بالنسبة له هو التبادل، يعني بالنسبة له كيف يضمن الكرسي
لا تفرطر ممكن، واستطاع الآن من خلال تأجيل أكثر من مرة، حتى الوفد الذي كان سيصل القاهرة والدوحة في يوم الخميس تأجل إلى ما بعد يعني مجيئه، لأنه يريد أن يصل رسالة إلى العالم، ولا الأمريكان ولا الإسرائيليين. نعم. أنا مش موجود، لا أحد يتحرك، أنا عدت أنا ممكن أحرك كل الناس. مصدر أنا مصري أول أنا رفيع المستوى يؤكد أن إسرائيل لم تقم بإبلاغ مصر رداها حول مقترح التهدئة، وأن ما يتم تداوله هو تسريبات إسرائيلية للتغطية على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالكونغرس. لماذا دائما يعني هناك إقحام لمصر في الشائعات داخل إسرائيل؟ شوف، لأنه حالة الضعف والارتباك عند دولة الاحتلال تبحث عن عنوان كبير تعلق عليه يعني ملابسها السيئة، وبالتالي مصر هي الدولة الكبرى في المنطقة، وهي التي تقود القطاع العربية، وهي التي تحتضن الشعب الفلسطيني، والتي حتى الآن صامدة وترفض فتح المعبر طالما هناك في جندي إسرائيلي. نعم. لذلك هو الراعي المصري هو الراعي الحقيقي لهذا الموضوع، والتابع خاصة قطاع غزة. نحن تربينا في قطاع غزة على الثقافة المصرية والجامعات المصرية، أنا تخرجت من عين شمس، وهناك كثر زي يعني 90% من حملة الشهادات العليا يحملوها من الجامعات المصرية، نعرف تماما الموقف المصري، العقيدة الجيش المصري أيضا تدربنا فيها على هذا المسألة، العقيدة الوطنية المصرية هي أيضا احنا في نفوسنا موجودة، ولكن الإسرائيل عن من يتحدثون في المنطقة؟ طبعا بيشيطنوا كل المنطقة، هم مش بيشيطنوا دولة واحدة، ولكن مصر لأنه في محور دفيا، في معبر رفح، في هي راعية لموضوع الحوار أو التفاوض حول الصفقة، مصر ممكن أي يعني بمعنى احنا الفلاحين بنقولوا كتاف عريضة بتتحمل يعني نعم. ممكن تقول فيها، لكن لا ننسى بأنه كمان مصر هي الدولة الأولى التي عقدت اتفاقية السلام بال78 مع دولة الاحتلال، وبالتالي هم يعرفوا تماما بأنه هذه الدولة هي ركيزة الاستقرار والسلام في المنطقة ولا يمكن تجاوزها، لذلك يعني تتردد إسرائيل بفتح معارك خاصة في الدولة العميقة إذا صح التعبير، الجيش والأمن يعرف قيمة الدولة المصرية وقدرات الدولة المصرية، ونحن نقرأ تقارير عبرية بشكل دائم التي تتحدث عن التسلح الجيش المصري وتطور قدراته وتسليحه وتنوع التسليح، وأنه يستعد بالتكتيكات والمناورات الدائمة في صحراء سيناء نعم. على موضوع حروب قادمة، لذلك هم يحسبوا حساب لمصر، ولكنهم بنفس الوقت يعني ليس لديهم دولة أخرى يعطوها يعلقوا الشماعة عليها في نعم. المنطقة. نتنياهو أيضا يعلن الآن أو يصرح الآن: أعداؤنا لن يصلوا إلى أسوارنا اليوم كما فعل الرومان قبل 2000 عام. شوف، هذا رجل يعني مفصول عن الواقع، يعني خليني اقول لك في 7 اكتوبر، ما هو احنا هم العقيده الامنيه الاسرائيليه تقوم على الردع والانذار والحسم، فشلت، وايضا يقول دائما كانت من سنه 78 حتى الان يقول بمعنى الخطوه الاستباقيه، الحرب الاستباقيه هو من بدأ لها وعلى ارض العدو وفي اقصر فتره زمنيه، الان الشباب الفلسطيني دخلوا في منطقه ال 48 في غلاف غزه، وهم يحددوا التوقيت وهم دخلوا على الارض في المش يعني مصنفه يعني هذه ارض اسرائيليه بين مزدوجين، وهم يعني بيتحكموا الان في زمن المعركه، اليوم احنا 292 يوم وهو لسه حتى الان مش قادر يحسم غزه التي تبلغ يعني مساحتها 2 365 كيلومتر، ومش قادر يفتح جبهه في الشمال بالرغم انه الشمال يعني مشتعل، ومشتغل مش قادر يحكي مع الحوثيين برغم الحوثيين على 2200 كيلومتر معه. شو الردع اللي بتحدث فيه؟ الردع انتهى في 7 اكتوبر، خلص لم تعد هذه الدوله لا البعبع ولا اليد الطويله ولا حتى في الجانب الاستخباري. نعم. اليوم كان في تقارير تتحدث ان الفصائل وخاصه حماس لديها مجموعات كافه الطيارين باسمائهم وارقام تليفوناتهم وجلوسهم وعائلاتهم وحساباتهم البنكيه، هم اللي بيتحدثوا ذلك. واليوم كمان فتحوا بعرفش الهدهد 2 جابت كل المواقع بالمنطقة في قاعة ماروند، هذه قاعدة الطيران، الخيم وين المهابطها، أسماء الطيارين، الموجود قائد القوة الجوية، وين بمول التبنزين، وين استراحة الجنود، بالصور بحدد. هذه الدولة أصبحت هشة وضعيفة، هذا رجل يدعي أنه هو يعني يقاوم بالأيام الرومان، ولو أيام الرومان وين كانوا هم أصلا يعني؟ صحيح عندهم أصلا صحيح على أفكار رأيك هذول يعني.
يعني هو لو سألنا هل لو جبنا قيادتهم كلها بنلاقيهم من دول أوروبا الشرقية ومن دول صحيح برا صحيح منوعين بشكل، واليوم صحيح. لا توجد وحدة داخلية مجتمعية أصلاً. طيب كيف رأيت سريعا في النهاية، كيف رأيت شهادة الطبيب اليهودي الأمريكي العائد من غزة واللي أكد أن الجيش الإسرائيلي بيتعمد قتل الأطفال بالقناصة؟ نحن نعرف ذلك جيدا، لكن أن تخرج من بس إنه طبيب أمريكي يهودي الشهادة شهدوا ويكون من في أهلها. غزة ويتحدث ويبين عينات الرصاص والوثائق التي تدلل ويقول قتل الأطفال ممنهج من قبل الجيش ولديه الوثائق التي تثبت ذلك، هذه بحد ذاتها أحد الوثائق ستكون في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية التي أجلت طلب الادعاء بإلقاء القبض على نتنياهو لتعطي فرصة للدول التي تقدمت أن تقول رؤيتها. عموما هذا الرجل لا يمتلك لا رؤية استراتيجية، هو تحدث مش إنه يعني اليوم التالي، هو بيتحدث عن رؤية استراتيجية للشرق الأوسط نعم الجديد وكأنه حقق شيء. الآن يجب أن يكون هو خارج هذه المنطقة ولن يكون ضمن المنطقة ولا جزء من هذا الجسد الكبير إلا إذا وصل إلى قناعة يعطي الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمة القدس ولأن حل عادل للاجئين كما قررت يا الأمم رب المتحدة. يا رب إن شاء أما الله. أن تستقر هذه الدولة وأن تكون آمنة ست إنجي، صدقيني لن تكون آمنة إن لم يكن الفلسطيني آمن. وأنا قلت صحيح. على شاشتكم هذا الفلسطيني البسيط هو مرضهم وهو شفاهم، إذا كانوا يريدوا أن يكونوا ناس أصحاء في المنطقة ومقبولين يعطوا الفلسطينيين حقهم وإلا لن يستقروا في المنطقة لا أمن ولا استقرار. أشكرك عبر الزوم من رام الله، كنت معنا اللواء دكتور محمد المصري نائب رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية سابقا.